دكتور يسري. دكتور يسري برغم انك سبتني وطلعت كوت ديفوار من غيري وانا زعلان لكن هسال بواقع برضو خبره طويله جدا عشرات السنين في العمل مع اشقائنا الاصليين الافارقه، وانا عارف وجهه نظر حضرتك، المساله لازم تبقى رايح جاي طبعا. طيب انا هروح افريقيا وعاوزهم هم كمان يجوا لي، اعمل ايه؟ طبعا في الاول انا بشكرك وبشكر كل الزملاء الضيوف الكرام. انا بس كل اللي عايز اقوله، خلينا نقول على جزئيتين بساط بمنهجيه سريعه. انا شخصيا بؤيد دائما ان يكون هناك ثينك تانك، ان يكون هناك حوار وطني في افكار على كريتيريا وعلى معايير، يتم اختيار الكوادر الموجوده، نحلل الجوله الاولى بالحوار الوطني، نعرف الكوادر اللي كانت موجوده ليه وجات ازاي، هم تكنوقراط، هم مهنيين، هم اكاديميين، نسبهم قد ايه، عشان نعرف نوصل بالسينك تانك اللي كان فكره هنقدر ننفذها بقرارات وطلع فروز وطلع غراز. لان اللي حصل ايه؟ اللي حصل انه كمان عندنا بورتال ويب سايت للحوار الوطني الكتروني كان ماشي بالتوازي مع الجلسات. المفروض نعرف نعمل كومبير ونشوف افكار كتير جدا من الناس، عشان الناس بتطرح دايما حلول، من كان شريكا في المشكله لابد ان يكون شريكا في الحل، عشان نقدر نحقق حلول كتير جدا. ده بالنسبه للحوارات، عشان ندخل جوله جديده لازم نغير المعطيات، عشان نغير الشق الشكلي، عشان نجد الموضوعي، لازم يكون عندنا مشروعات تطرح على موعد مستديره في الحوار الوطني، مش مجرد ان جلسات استماع، لازم يكون عندنا نتائج معينه او قرارات معينه هيتم العمل عليها. ده قريب من كلام دكتور هشام برضه. يعني انا اقصد ان انا نغير، هو الحوار الوطني المطلوب، لكن في كل جوله من جولاته لابد ان احنا نغير الشكل وحتى نخرج بمخرجات الموضوع. ده واحد. رقم اثنين والمهم جدا، هناك بعض الموضوعات المهمه جدا يعني انا اي حد بيشتغل على حاجه قصيره الاجل وحاجه طويله الاجل. النهارده معدل التغير العالمي والجيوسياسي والظروف الاقتصاديه بتتغير كل اسبوع مش كل شهر كمان زي ما قال دكتور عمرو، عشان كده احنا محتاجين يكون عندنا قضايا تتحط وانس. يعني مثلا على سبيل المثال ما زلنا امام قضيه تتعلق بالاقتصاد الموازي، السيوله في الشارع، السيوله اللي في الشارع دي، الليكويديتي اللي موجوده دي بتاثر عندي في التضخم، بتاثر عندي في شراء الدولار وشراء الذهب، وبالتالي انا قطعت شوط قد ايه في الدفع الالكتروني، قطعت شوط قد ايه في ان انا اسيطر على السيوله دي. دي قضايا لازم تطرح وتوضع مباشره علشان خاطر نقدر نحل المشاكل المتراكمه على 40 سنه. لانك مستثمر عايز سعر واحد. بالظبط كده، فبالتالي لازم اعرف ان وجود سيوله في الشارع، وجود الليكويديتي في الشارع دائما هياثر عندك على كل القرارات اللي بتاثر في الماكرو كمان، ودي في الماكرو. الحاجه الثانيه، انا عندي مشكله كبيره جدا في كل الاوعيه الدولاريه، الاوعيه الدولاريه او الشرايين اللي بتغذي الاوعيه الدولاريه عباره عن مصريين بالخارج، عباره عن صادرات، عباره عن سياحه، عباره عن استثمار اجنبي مباشر، كل وعاء من دول لازم احطه كده في الحوار الوطني عشان ما منقش الموضوع لانه جلسه استماع، لازم اعرف كويس قوي انا عملت ايه للمصريين بالخارج وجبت منهم قد ايه وانخفض الدخل قد ايه وهزوده ازاي، هي دي الامور وبالاجراء 1 2 3 4 لحد 5 ومين المسؤول عشان خاطر نقدر نحل. لكن القضية كلها ما بين ان انا عندي عدد كبير جدا من الادوات والمؤتمرات والورش والزيارات الثنائية واللقاءات دي كلها في الاخر لابد ان تنعكس على النتائج، هذا والا سنظل في مشكلة كبيرة جدا في النموذج الاقتصادي. الحاجة بقى الاهم جدا في افريقيا ان احنا لازم نبقى فاهمين كويس قوي ان 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 الاراده السياسيه كما قال الدكتور عمرو توفرت تماما للعمل مع في الملف الافريقي وتعزيز العلاقات الاقتصاديه المشتركه. لازم يكون عندك جيل متنوع من مجتمع المال والاعمال معاه برودكت مصري، هذا المنتج ده هو مؤمن بيه ويعرف كويس جدا معلوماته هيجيب ايه من افريقيا وينزل على الارض. احنا لما نزلنا على الارض الاسبوع اللي فات كنا في غانا وكوت ديفوار، عايز اقول لك الحياه اسهل مما اي حد يتخيل. كنا غنى في كوت ديفوار من غيرك. لا انت بتاع شرق افريقيا، انت كينيا وتنزانيا وموزمبيق. اصبر. فبالتالي ايه، الناس عندنا فرص كبيره جدا، شركات المقاولات بتاعتنا عندنا فرص كبيره جدا. عايز اقول انه مثلا 400,000 لبناني في بلد 35 مليون في كوت ديفوار مفتوحه ومنفتحه لكل الشغل، محتاجين مننا مواد بناء، محتاجين مننا ملابس قطنيه، محتاجين مننا ادويه ومستلزمات طبيه، محتاجين مننا دكاتره على فكره موجودين ومرحبين جدا احنا نشتغل معاهم. كتير جدا من المصريين ما يعرفوش ان كوت ديفوار معاها اتفاقيه جمارك حره ما بينها وبين امريكا، يعني السوق الامريكي اصلا مفتوح على سوق كوت ديفوار بدون جمارك، وبالتالي انت محتاج تتواجد بمعلومه، تتواجد بمعلومه على الارض. تقدر طبعا تقدر وتشتغل كويس جدا. انا عايز اقول حاجه بقى، معلومه ليك انت تحديدا هنا في الحلقه الجميله دي، مركز خدمة وصيانة سيارات، يعني يطلع اتنين مصريين مهندسين ميكانيكا بيشتغلوا في مركز، يفتح مركز خدمة وصيانة سيارات في كوت ديفوار يكسب $50,000 بير مانس. جاهز يا فريد؟ بالشهر.
انت هندسه الميكانيكا من زمان بس نرجع تاني لو كده يلا بينا بامان انا بكلمك بامان يعني انا اقصد اقول ايه ان احنا لازم نحط في اعتبارنا ان الملف الافريقي لو بتدور على دوله صفراء احنا بنستورد 13 مليون طن دوله صفراء في السنه من امريكا الجنوبيه. افريقيا النهارده فيها دول تقدر تديك دوله صفراء. افريقيا النهارده عارضه علينا وعارضه على زامبيا عارضه على وزاره الزراعه المصريه والكونغو عارضه أراضي 99 سنة في حزام القمح فري للمستثمر الزراعي اللي عايز يجي يستثمر في مية في عمال في موظفين في معدات وبالتالي إحنا محتاجين مثلا فكرة يعني تطرح في الحوار الوطني حبيبي بأن بقى على باب الحوار الوطني أيوه. صندوق مصر السيادي الأسس 2018 عنده فرصة يعمل صناديق فرعية. لو اتعمل صندوق فرعي منه للاستثمار الزراعي في أفريقيا يجيب 10 مستثمرين معاه عشان يقدر يشجعهم جوه النواة. ما انا بتكلم انا بطرح احنا بنطرح ندورنا في احنا دورنا عشان نوصل للطرح ده فبالتالي يقدر ياخد معاه الصندوق يبقى هو الرئيس. وبعدين تعالى النهارده عندك شركاء تنميه يعني بنك التنميه الافريقي الان يبحث عن فرص للتنميه في القاره الافريقيه. فلما تيجي تقول له انا رايح ازرع في زامبيا ومعايا 3 4 شركات من مصر ومعايا صندوق مصر السيادي في صندوق فرعي هيقول لك انا داخل معاك عشان نقدر نشتغل. لما تدعي مستثمر في دول الخليج تقول له انا بستثمر في الزراعه في افريقيا يقول لك انا معاك. لما اجيب هولندا بالمعدات الزراعيه لان في مجلس اعمال هولندي افريقي على مستوى افريقيا عايز يشغل برضه شركاته وزرعه. فبالتالي انت امام نماذج يعني محتاجه يا استاذ يوسف. خلي بالك واخر حاجه انا ممكن اقولها في حل مشكلتنا الاقتصاديه ثلاث حاجات: قضاء على البيروقراطيه، زياده مساحه الثقه، المانجمنت. نحن دوله لديها اصول، نحن دوله لديها تاريخ اقتصادي، نحن دوله مهما اشتدت الازمات ابقينا على الايفاء بالتزاماتنا في الدين الخارجي في اصعب الظروف، ولدينا تصنيف ائتماني جيد مهما تحدثت اكشاك التصنيف الائتماني، لكن نحتاج الى اداره ثقه، قضاء على البيروقراطيه.